من الطاعون والكوليرا والإنفلونزا حتى كورونا المستجد، حكاية وباء كل 100 عام هو سر الرقم 20. أجسام مايكروسكوبية صغيرة كانت سبباً عبر قرون في حصد ضحايا أكثر مما حصدته حروب عالمية. عام 1720 الطاعون يضرب مدينة مارسيليا الفرنسية ويتسبب في وفاة 100,000 شخص. عام 1820 الكوليرا تضرب إندونيسيا وتايلاند والفلبين وتتسبب في وفاة أكثر من 100,000 شخص. عام 1920 الإنفلونزا الإسبانية تسببت في وفاة أكثر من 100 مليون شخص. عام 2020 كورونا المستجد يجتاح العالم ويتسبب في وفاة الآلاف وعزل دول. لا أحد يملك تفسيراً لرقم 20 من كل قرن، والذي يحمل كارثة فيروسية. وباء يضرب البشرية في السنة 20 يغذي نظرية المؤامرة لدى البعض. فهل نعيش وباء حقيقيا أم مفتعلاً؟